السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف ازاي نحط باب او شباك في الموديل في سيمنيت. طيب اول حاجة هعملها ان انا هاجي هنا من اللايبراري. من اللايبراري هنا تقدر تضيف جروبات زي ما انت عايز وتعمل جروب جديد او تحط عنصر جديد. طيب انا هاجي هنا من الدور واختار مثلا الباب دوت وابدأ اسحب. عايز اغير السكيل بتاعه، هقول له مثلا خلي ده 10 عشان يبقى الحجم الطبيعي بتاعه. طب محتاج ان انا اعمل له موف، فهبدأ انقله الشكل دوت واجي هنا من موف هقول له ترانزليت. ترانزليت اهو بالشكل دوت. طيب كده انا حطيت الباب في المكان بتاعه. ممكن اجي على الباب دوت وانسخه اكتر من مرة. تمام. طيب هقول له دلوقتي كرييت اعمل لي باوندينج بوكس، فهو عمل لي صندوق حواليه. فانا هاخد الصندوق والباب وانسخهم واروح نقلهم كده، وبعد كده انسخهم تاني، وبعد كده انقلهم بالشكل دوت. تمام. دلوقتي بقى المفروض ان انا اقطع الجزء اللي حوالين الباب دوت. فهاجي هنا من جيومتري واقول له انا عايز ديفرنس الحاجة المختلفة، واروح معلم على الجزء دوت اهو. ده هو ده الفيرست 3D بتاعي. تمام. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعلم على الباوندينج اهوت اهو. ده البوكس والبوكس والبوكس هما، واتاكد ان انا مش معلم على الشكل الاخر وهقول له اوكي. فبيبدا يطرح لي المكان البوكس اللي احنا كنا عاملينه مع الحيطه، فيبقى الباب اهوت بشكل انت شايفه.